السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يما. صبحك الله بالنور والرضا يا ولادي. وش فيك اليوم؟ قومتك ثقيلة. الله يما خليها على الله. البارح وانا راجع لقيت عائلة متعطلين. بس عاد ما شاء الله عليهم كثيرين. ها وانت مش دخلك فيهم؟ إذا كانوا كثيرين ولا قليلين؟ شلون يما؟ لاقي الناس متعطلين لازم أوديهم. بس المشكلة من كثرهم صرت رايح جاي رايح جاي رايح جاي ودي فيهم لدرجة أني نسيت كم مرة وديتهم ورجعت. وراك يا ولدي ما حطيتهم في الصندوق ردن واحد؟ والله إما حطيت البزلان بس عاد الحريم قالوا لا والله ما نركب في الصندوق ما فيه أمل نركب في الصندوق عشان ما تخرب فساتين العرس حقتهم. بعد شينات وقويات عين؟ الله بصراحة يما. وش فيك؟ الله أن شين واحد فيها هم ولدك كلهم ما شاء الله زيون لا بزارين ولا حريم. أقول بس خلي عنك البربرة الزايدة والحق رزقك مع الناس. خذ خذ كاسك تراني حشيت لك خبزة. بس ما يخالف ما أقدر أكلها الحين بالحق أطلع وأكلها في الطريق هاتي. ها ورا يا وليدي ما تنتظر إلين ما هالمطر يهجد. الله أكبر يما كنك ما تعرفين جونا في الرياض أبد. بعد شوي تلقينا الشمس وحر وغبار تناقضات سبحان الله. الله يحفظك يا ولدي. عارف إن في خاطرك شيء تبي تقولينه الأذكار بقولها لا تخافي يا ولدي. الأذكار ونمك إن صامتك ولا ما تضرك. والله إني حافظها والله إني أقولها كل يوم وإن شاء الله إني بقولها أبشري. الله لا يخليني منك ولا يحرمني منك يا أعز إنسانة. توصيني على شيء؟ سلامتك يا ولادي سلامتك ترجع لي بالسلامة. طيب أنا بستأذن. الله يحفظك في أمان الكريم. يا الله يا الله إني أسألك إنك ترزق ولادي وتحميه وتصونه وتحفظه بحفظك يا كريم. نروح للشيخ في هالوضع ما نقدر نروح الحين خلنا ننتظر سعود وابراهيم يجون. طيب يا اخي صعبه شوي نروح للصبح. ولا صعبه ولا شيء نروح نقعد عند القهوجيه ونتقهوى ونعي من الله خير لما يجي المعزف وناخذ المقسوم من ذا الغبي ونمشي. مثل ما قلت هالعالم اللي مسوي روحه مشيخه ترى سنه سنتين ويطفرون يعني باح. صدق اجل خلنا نروح له وناخذ المقسوم ونفلح. خلاص على فكرة يا أخي سعود وإبراهيم وش فيهم تأخروا؟ لازم ننتظرهم ترى احنا ما ندل البيت. الله يرحم والديك. وش فيك انت؟ وش فيك قطعتني نطع من الساعة 9 وانا انتظرك تجي لي الساعة 11؟ وش فيك انت؟ ابن الحلال كد انت. وش فيك انت بعد؟ ترى كني دخلت عليك ساعة واحدة بس. لا والله ساعة قال اقول ساعة ساعتين ساعتين يا ابن الحلال الله يرحم والديك. كل ما اتصل عليك تقول في الطريق وفي الطريق وانا من لطعن عند زلفت الباب طال عمرك انتظرك لين تجي ولا خير تسكني ساعتين الله يرحم والديك. عجل عجل ترى الربع ينتظرونا بسرعة حط رجلك ونتأخر عليهم. يلا ابن الحلال وش اللي بسرعة صاحي انت ولا مجنون؟ هل جاب حقي مكربن بعدين ترى قدامنا ساحر. قال اقول هل جاب حقي مكربن وش جاب الله يرحم والديك ترى اللي معك صالون. أقول لك ما تحس إنهم تأخروا؟ والله الشمس كلتنا والله شكلهم صرفونا. أفا تهقى. طيب اتصل اتصل. ما حد يرد. طا
طيب اتصلت على من انت؟ على سعود. اتصل على ابراهيم جرب. ها ما حد يرد ثانيه بعد؟ ما حد يرد؟ لا اقدر اقول لك انهم صرفونا صرفونا. هذا حلم حلم. قل يا الله ان ما نطلع من عند الشيخ الا بجيب. قل يا الله. اقول يا حبيب ترى الصالون اللي معك هذا يسوى 100 جيب. شو اقول؟ الصالون اللي معك ذا يسوى 100 جيب. حول ولا قوة. ايش فيك يا ولد؟ ايش حد انت الحلوة؟ ايش شاهد ما شاهد؟ افتح البشر الله يرحم والديك. افتح البشر. افتح البشر. افتح البشر اللي بقى علي البيت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يرحم والديك. وش سويت فينا؟ وش سويت؟ الله يرحم والديك. وش فيك انت؟ الله يستر عليك يا شيخ. يالله السرين كلها. انت مسرع ولا واطي على مسامير ولا ما ادري شو مسوي انت؟ الله يهدينا وياك. انا قايل لك شوي شوي وانت بالطريق. ماذا لي دقدق بعد؟ اوه حسن ذبحني بالدقدقه. كل شوي دقدق علينا ذا. يا رجال ما عليك من حسن. والله اللي في موترنا من عينك. هايا الله اكبر يا العاقل يا الغزال الشارد انت. انا مو بنيسك. انا على الاقل بالكفرات 2 قلت بها. بس انت وش سويت في ماكينه سيارتي الاسبوع الماضي؟ ها؟ قلت بها. اسمعني يا حبيبي. يا كثر قرقك ويا قو عينك. ولا تصقع لنا في الكفرات عينك. وش نسوي هالحين؟ سووي تبنى الله على ما قال. شوف لنا ونيت منا ولا منا يجي يشيل هالكفرات ونفكها ونشيلها وديها بنجري وبعدين نجي نركبها. هذا الحين ونيت هالحين. والشيخ اللي بنروح له يا ابن الحلال لاحقين على خير ان شاء الله. خلنا نخلص اول شيء الكفرات وبعدين نروح للشيخ. الله يهدينا وياك. جبتها خلاص. ما في اليد حيله. خلنا ننابر بعد ننابر عفريتك. الله يرحم والديك. رجل استنى العفريته. بسرعه 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 بسرعه. الله يرحم والديك. شوف العبريته. انا لله وانا اليه راجعون. عجل عجل خلنا نشوف نفك لنا كفر كفرين على الاقل. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى الاستمنه ما سلمت من عينك. اعوذ بالله. هب عينه. الرغيم مطر شمس اظن 20 اظن مساكين. السلام عليكم. سلام حياك يا قلبي. حياك الله. سلامات عسى ما شر. ما يجيك الشر. المكتوب من النهر وابن حلال. خير ان شاء الله. ان شاء الله انه خير. الو هلا عبدو. هلا قام الشيخ. الحمد لله. قل له ان شاء الله 10 دقائق قبل مسافه السكه. ها 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 وحنا عندها ان شاء الله. اي طمنا طمنا طمنا. يلا مع السلامه. مع السلامه. خير ان شاء الله. وين بتروحون يا ابوي؟ حنا نبيك تودينا وحقك محفور. وين اوديكم له؟ يا ابن الحلال حنا بنروح الشيخ كريم وبتلقى حظك عنده ان شاء الله ونجي هنا زي موترنا. يا اخوي الله يجزاك خير. لا شيخ ولا ما شيخ. انا شفتكم بشري تبوني اوديكم مشوار تصلحون كفركم ورجعكم كان بيها. اما شيخ ما شيخ لا والله اسمحوا لي. عندي لك راي. سم. كم تحصل في اليوم؟ والله ما بين 100 الى 150 200. واللي بيعطيك 1000 ريال. نروح للشيخ اول ولا صالح الكفرات؟ بعدي والله. يلا يلا ركبها ركبها. للشيخ ايه ركبها. خويانا. وش خويانا؟ ما خويانا احنا فاضيين. خويانا ما خويانا يا حبايبي اتركنا من خويانا على الاقل تصير القسمه كبيره. يلا يلا هاتوا الكفرات. شايف كذا؟ اي بالله اكيد. شاركوا هداية. يلا توكل على الله. يلا يلا ركب الكفرات. يلا 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 بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اسمعني يا نايف زين. سم. لبق السيارة بعيد الحديد اللي احنا جايين على ونيت زين؟ إن شاء الله. والكفرات اللي في الحوض ذبها في المرتبة الورانية. إن شاء الله. والهمام طقك طقك ركب. حاضر بس طال عمرك بيكم عاد تحتروني، أنا أخاف ما يدخلوني اللي بجيت الحالي. يا حياتي بيدخلونك، حنا بننتظرك، منا بداخلين ما فيك. سم كل هذا خوف. لا لا بس تعب. عجل بس عجل لا تأخر علينا. يلا ابن الحلال اخلص انت بعد معنا يلا. سعود هلا حياك الله. الشيخ موجود؟ ايه موجود في الخيمه. بلغته ان احنا جايين؟ ايوه على طول. ايوه من الاخذه اللي معك؟ هذا نايف السواق حقي. شو؟ ايه ما شاء الله. تفضلوا تفضلوا الله يحييكم. تفضلوا 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 الله يحييكم. تفضلوا بسم الله. السلام عليكم. هلا والله. الله حيك. اخبارك طال عمرك؟ يعلك بخير. يا ربي لك الحمد. الله يحفظك. الله يرضى عليك. هلا طال عمرك. هلا سهلا. هلا شلونك طال عمرك؟ عساك طيب. كيف الحال؟ مبسوط؟ خير يا مال خير. كيف الحال؟ احب راسه احب راسه. شو ابوي هو الله يرحمه. المحبه في القلوب يا ابن الحلال. الله يسلمك. من ذا اللي معك يا ابراهيم؟ نايف. نايف ولا صاحي؟ الحمد لله وشكر الله. أقول لا يكون زعلت بس يا نايف. لا زعل من إيش؟ هذه نكتة لي تو ولا وشي؟ إيه نكتة. حلو ضحكت. أقول خويك الظاهر ذا بينكبنا، خذه طاطا حسابه خليه توكل على الله. يلا يلا خليه ينلف. وش اللي يعطيه حقه يا ابن الحلال؟ تراتنا معه. طيب ايش الحل طيب؟ خله صلاة الظهر بعد صلاة الظهر. ابي امس كوت فهم معه. على خيرك بس. الا من وين انت يا نايف؟ وانا؟ ايه. ما ادري تعرف مناطق المملكة كلها؟ لا والله تعرفون من كثر سفراتي لاوروبا نسيت صراحة. صدق صدق. يعني سعيدين بشكل غريب. والله ما دام انك ما تعرف مناطق المملكة طال عمرك فانا اقول خلها من المملكة وبس. أزيد. المهم معليش يمكن الرجال شوي يعني خاف يخطي ولا شيء، واللي ما يعرفك على ما قاله ويجهلك. تعال تعال ضحكة جنان. تعال قاعد تعذر باسمي ليش؟ أنا غلطان عليه. أقول قمت خويك بس خذوا كفراتكم خلوني ألحق قبل الصلاة أروح. وين 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 بتروح؟ بروح يا ابن الحلال بروح أقعد مع ميمتي. راح لأمي أبركلي أبرك من ذا البربرة اللي مالها سنة. نايف كسر لسانك وخلك رجال. وش اقيس خياط انا؟ ايش دعوه بس؟ يلا يلا. المهم انا يا جماعه ترى والله اللي في قلبي على لساني، واذا كان اخطيت على احد ولا شيء اعذروني والسموحه. المهم استاذنكم. لا 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 ما من غلط ان شاء الله. اقول اقعد وتغد معنا بس اقعد. وغداكم متى؟ ابد ان شاء الله نصلي الظهر ونتغدى. ولا ما تضحك ذي؟ لا لا اوكي خلاص اوكي ما دام في غدا نستنى. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. يلا حيهم يلا حيهم. هلا وسهلا هلا وسهلا. الله يكثر خيرك. دام الله عليكم. الله يحييكم الله يحييكم. كريم يا شيخ كثر الله خيرك والله يغليك. تسلم تسلم. مع ان والله ودنا ان ذابحين مفطح خاص النايف. يستاهل يستاهل. الله يسلمكم الله يسلمكم. والله يا شيخ ان شاء الله انك كريم، بس انا اتمنى انك تكون كريم وتكسب اجر. كريم واكسب اجر؟ ايش قصدك؟ يعني يا طويل العمر ما شاء الله تبارك الله هالنعمه كلها اللي شفناها هذه الزايد منها وين تودونا؟ والله اني ما ادري ولا قد عمري سالت العمال. الظاهر يذبونه. لا اكيد يكبونها انا متاكد. علشان كذا يا طويل العمر انا اول مره اشوفك وما ادري اشوفك مره ثانيه ولا لا، لكن ابى انصحك نصيحه لوجه الله بعد اذنك. يعني الأكل الزايد هذا في جمعيات متخصصة الموضوع الأكل الزايد هذا هم يتصرفون فيه. وش يسوون فيه؟ يعطونه المساكين الضعوف اللي ما يلقون لحمة حتى في الشارع.
الله يجزاك خير والله يا نايف، والله يا ليت تعطينا ارقامهم. اكيد اكيد عندي ارقام وبعطي ارسل لك الحين ان شاء الله. وانت على فكره ما شاء الله النعمه ذي اللي شفناها مو بجمعيه واحده، والله تكفي ثلاث جمعيات، ابرسل لك ارقام ثلاث جمعيات. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، ما قصرت. عفو العفو طال عمرك. اتفضل يا شيخ. وش ذي؟ هذه قيمه الذبايح 18160. اها خلاص خلاص، رحل خالد وخليه يحرر لك الشيء ان شاء الله. تعال تعال، وش 18000؟ وش انتم ذابحين يا اخوي؟ صدق 18000 و160 وبعد 160، وش ذابحين انتم؟ ذبائح زي اللي ذبائحنا ولا شيء مختلف؟ يا اخي مالك، هذه ذبائح نقديه. اه والله نقديه، والله لو انها من جبال الالف. يلا اشوف. شوف بالله، عط عط اشوف. اوه الذبيحة ب 3600 و500 يا ولد. 500؟ طيب 3500 ذبيحة ب 3500، مجنون أنت يا شيخ. الذبيحة إذا غلت وصلت السماء مطبوخة وكل شيء ب 1800 إلى 2000 إذا زادت يعني. إيه وش اللي 4000؟ خلاص خلاص عطي عطي، اتكل اتكل يا عبد الله. امسك يا شيخ. والله شيء غريب صدق. هذا نصاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعال 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 بعد اذنك يا شيخ، واضح من دخلته اصلا، دخلته نصاب. تعال روح روح اعطيه الفواتير. طلع روح نايف روح سم. تعال شوف تعال، وش ايش هذا؟ هذه تخبر فواتير الشاي والقهوه والتمر والفواكه، يعني يعني شغلات الربع. اي يعني وش وين كم المجموع حقها؟ والله يا طويل العمر هذه بس الفاتورة الصغيرة. ايه 4960 ريال. معقولة؟ ايه فواكه. تشترون حق الشهر مرة واحدة؟ لا هذا حق اليوم بس. يوم؟ معليش يا شيخ، يوم؟ مجنون انت 4000 فوق. ها يا اول شيء بقول لك شيء، هالفاكهة اللي شفناها على الأكل هذه أول شيء ما هي بأفريقية، يعني ما هي بأصلية، يعني مو مستوردة. ما هي مستوردة يعني يا الله وش تسوي؟ وش قصدك يعني انا حرامي تخونني؟ لا والله شوف خليني بقول لك، ترى على فكره انا شفت حراميه يعني قابلتهم، بس مثلك انت ما شفت. تصدق يستحون يسوون ذا اللي سويته انت؟ يخونني يا رجال. اقول يا شيخ اسمعني، شفت الفاكهه هذه اللي شفناها؟ اذا غلت ب 700 8000 ريال اذا غشوك، اما 4000 وما ادري كم هذا اللي قال عليها، صراحه هذه سرقه عيني عينك. أنا ما أدري والله البلا فيني ولا فيك. ربعك عاد ما شاء الله دقيقين، و600 و106 كسور. رمانا بحرك الجارف على الرمضة. والله وسترنا جودك من حرها القاسي. قاسي وعرفنا إنك كريم يمن يشقى. يشقى وأنا اللي هدني من حزني أنفاسي. أنفاسي يا عود في ثناها الجود به يثرى. يثرى ويا وجه كنه البدر في السما راسي. راسي صح لسانك. صح بديك يا غالي، صح بديك. صح بديك يا أخي. كيف كيف يعني حزن وألم وأنت راكب سيارة جيب قيمتها فوق 200 إلى 300000 ريال؟ يا أخي وش ذا النصب؟ نصاب أنت، تابع شيء طال عمرك. نايف سم، هالحين أنت المرض ما لقى له طريق يمنك؟ علمنا أنت وش تاكل عشان ناكل معك أنت. أنا؟ إيه أنت؟ أواجهه يلق تقول قزاز. الله يسلمك، والله شهادة أعتز فيها والله. تسلم. وأنت بس جيد على مكرمهم ما يهمك لون. وانت بعد جيد على موتري، ولا تقول ولا ما تقول، رد المدر عنك. توصي على الشيء طال عمرك. نايف مو برايح، انا ابيه. ابيك معي يا نايف، ان بغيتني اخو وان بغيتني خوي. وحنا طال عمرك. انتم انتم توكل على الله. اللي بس لا بس ولا شيء، مروا خالد وخلاه يعطيكم المقسوم. اي طال عمرك، حنا نبي نايف. ايش تبون به؟ نبيه يعطينا كفراتنا. كفراتكم؟ اي عبده ثم طال عمرك، خذ المفتاح من نايف وعطهم كفراتهم. يا اخ نايف المفتاح معك فواتير. يا استاذ نايف. نعم. وين موقفه السياره؟ السياره في اخر الشارع على اليمين يا أخي. مالك بعيد يا أخي.
هم اللي قالوا لي لا تفشلنا وسيارتك تفشلنا ووقف بعيد لا حد يشوفها، مع ان على فكره صح سيارتي على قد الحال ووريت، لكن عندي احسن من 60,000 جيب من حقاتهم. انا اشهد يا نايف، اعلم امه جيب سياره نايف هنا ودخلها القصر ان شاء الله. ابي اسالك سؤال يا نايف. تفضل. وانت جالس الحين ما تحس بالم تعب اي شيء؟ لا يا حبيبي الحمد لله، انا محصن نفسي، هذه وصيه امي قالت لي المعوذات، والله يكفينا شر عيونكم، هذا حافظنا الله. حياك الله، مع السلامة. هما الله، مع السلامة. يا هلا وسهلا، مع السلامة. مع الله، هلا وسهلا، مع السلامة. يا هلا والله، هما الله، مع السلامة. يلا يا طويل العمر أنا بستأذن. لا لا أقعد أقعد، أنا بيك يا نايف. سم طال عمرك. الله يسلمك. أنا قررت يا نايف إنك تشتغل معي هنا. أنا؟ إي أنت. أبيك تشتغل عندي من العصر إلين الفجر. وش أشتغل؟ أنا بيك يا طول العمر تخاويني وتقعد معي من العصر إلى الفجر. بس كذا يا طويل العمر تضيع مصلحتي في هالمكدة اللي أكدها، وبتلوم أمي ما شفتها. ليه أنت وكم تطلع بذا المكدة؟ والله يا طويل العمر تفرق، يعني يوم 100 150 200 أحيانا. وفي الشهر؟ والله في الشهر طال عمرك يعني ما بيه 6,000 7,000. طيب ايش رايك يا نايف اللي بيعطيك 10,000 شهريا بارد مبرده؟ 10,000 ريال؟ والله يا طويل العمر وش تبيني اقول؟ يعني انت كريم وحنا نستاهل ان شاء الله. انا اشهد انك تستاهل، وابشرك بعد ابى اصرف لك سياره من عندي. الله يسلمك، بس طال عمرك يعني اللي اوله شرط اخره نور. يعني انا لو بجي من العصر يعني إلى 9 إلى 10 ما أقدر أقعد إلى الفجر، لأني لازم ألحق أشوف أميمتي قبل لا تنام. حقك يا نايف. أنا يا نايف بعد قررت إني أمسك حسابات القصر، وإذا حاب تسهر معنا فحياك، وإذا ما حبيت فأنت براحتك. والله إن شاء الله يا طويل العمر إني أكون عند حسن ظنك، وشكرا شكرا على هالثقة. الله يحفظك. الله يحييك. كم عطاك؟ مش عطاني هالسلاح، إذا ما عطاني إلا 2000 بس. أفا، أنا اللي مسوي له قصيدة سويك إن عريضة هذا طولها، ويعطيني 3,000 كلام سبت هالقلق اللي اسمه نايف ده. ابن الحلال الحوض ولا القطيعة، ابن لقى واحد أحسن منه وبيعطينا أكثر منه. إن شاء الله إن شاء الله. الله لا يحرمني منك يما، ولا من دعائك، ولا من وصيتك لي بالأذكار. اللهم احفظنا بحفظك.